راشد بن محمد باسم المنصوري. الرباني الآن يتسلل ليكون ربانا قائدا للمسيرة. الرباني الآن يختطف مقدمة هذا الشوط ليسيطر على المركز الأول لهجن العاصفة. يضمر الربان حمد بن راشد بن غدير الكتبي مستحيل في المركز الثاني لهجن الرئاسة. راشد باسم المنصوري في التضمير. بينما المركز الثالث هنا مخباط من يحتل المركز الثالث ويسعى إلى فك الارتباط مع المتنافسين ليحظى وينال شرف البندقية الذهبية في هذا التحدي. إذن مخباط تعود ملكيته لهجن العاصفة. من قدمت شخصية في كأس البكار المفتوح يضمر شخصية أو يضمر هنا مخباط. حمد بن راشد بن غدير الكتبي مضمر مخباط وشخصية أيضا. المركز الرابع يتقدم حرب في هذه الحرب الضروس في موقعة المرموم. الله 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 حرب الآن يحتل المركز الرابع الآن. وكأني به قرأ كثيرا في كتاب فن الحرب وأجاد مثل هذه الحروب التنافسية، ولكنها حروب تنافسية تبقى هنا المنافسة في داخل الميدان. حرب إذن لهجن الرئاسة. يقدم حرب راشد بن محمد باسم المنصوري. خامسا أجد من هناك شهبار لهجن العاصفة. من قدمه أيضا حمد بن راشد بن غدير ليكون أحد الأوراق التي يزج بها واثق المضمرين في هذا التحدي. كيلوين على النهاية البندقية الذهبية في هنا تحدي اللقاية القعدان الشوط المفتوح الذي انطلق فيه الربان ليكون مسيطرا. بل هناك الله يا مخباط، شوفوا مخباط تسلل بسرعة المخباط ليكون مسيطرا مستلما زمام الأمور. المركز الثاني مستحيل، لا يعرف المستحيل، لا يوجد في قاموسه أي معنى أو أي مرادف لكلمة المستحيل. هنا هجن الرئاسة تقدم مستحيل في المركز الثاني لراشد بن محمد باسم المنصوري. دور في تضميره وتقديمه في هذا الموعد المحتوم. المركز الثالث بدأ حرب الآن يتقدم ليكون بطاقة دعم ومساندة للمستحيل في الصدارة. هذا هو حرب يحتل المركز الثالث بالشعار الأحمر، الشعار الخطر، شعار هجن الرئاسة. يا سلام. المركز الرابع أتابع هنا. الربان هو من يحتل المركز الرابع لهجن العاصفة. المضمر هو حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أرى الشعار الأدعم بدأ يتسلل الآن، بدأ ينطلق مع الوعب. يتقدم الشعار الكبير على المركز الخامس على ظهر الوعب. من قدم قناعة في كأس البكار المحليات. الله يا الكيلو متر الأخير، كيلو الرمز. وهنا المنافسة على المقدمة ما بين الشعارين، شعار هجن العاصفة وشعار الرئاسة من خلال انطلاقة وتقدم. هنا مخباط على المركز الأول. المركز الثاني مستحيل، مستحيل ومخباط أسماء جميعها تبدأ بحرف الميم. الله 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 هنا الميزة الكبيرة. هنا مخباط يحتل المركز الأول، يصر على انتزاع هذا الرمز. بينما هجن الرئاسة تريد أن تؤكد التفوق في هذا الموسم وتبحث عن تسجيل نقطة. الله الخطورة هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام من دسمان، من يحتل المركز الثالث. وصل دسمان لهجن العاصفة. إذن هنا المقدمة ما زالت الأمور هناك مع مخباط. مستحيل في المركز الثاني، المركز الثالث دسمان امتحان كبير. هنا المركز الأول مخباط مستحيل دسمان. العاصفة تقترب، تقترب من الرمز الثاني. الله 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 سلام يا العاصفة. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا هجن العاصفة تنتزع البندقية الذهبية بعد أن تفوقت في كأس البكار المفتوح بترشيح ابن حضيرم على شخصية ينجح مرة أخرى في ترشيحه وانطلاقه مع مخباط. مخباط إذن والبندقية الذهبية. المركز الثاني دسمان لهجن العاصفة. المركز الثالث جاء في مستحيل لهجن الرئاسة. المركز الرابع حرب أيضا لهجن الرئاسة. المركز الخامس جاء فيه الذيب.
مناسب لهجن الشحانية. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، قوى عظما تتنافس في هذا الموعد الكبير. شوط نجح فيه مخباط فعليا بفك الارتباط مع المتنافسين، واستطاع أن يقطع مسافة هذا الشوط الذي انتصر فيه وحقق البندقية الذهبية. التوقيت الزمني 7:27، جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة وإلى المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. أما المركز الثاني فجاء في دسمان، وتوقيته الزمني 7:27. 9 من الأجزاء. تهانينا أيضا لهجن العاصفة وإلى مضمر دسمان حمد بن راشد بن غدير. أما المركز الثالث فجاء فيه مستحيل، وقطع المسافة بدوره في زمن مقداره 7:29. 7 من الأجزاء. تهانينا سلم لهجن الرئاسة، والتهاني للمضمر راشد بن محمد باسم المنصوري. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين وعليه نتوكل. أحييكم في هذا اليوم وفي مهرجان المرموم 2015، وفي مساء الرموز ومساء صراع اللقاية لأصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. انطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه، رابع أشواطنا في هذا المساء، وانطلق شوط القعدان بالنسبة للمحليات.